أوجه كل الشكر للأشقاء في الإمارات على هذا الكليب وعلى هذه الأغنية، وكمان شكر خاص كمان لأصحاب الهمم في أبو ظبي على هذا الإنتاج الجميل جدا واللي بيدينا مشاعر طيبة قبل المناسبات الرياضية اللي بتجمع كل الشعوب العربية وأرض الإمارات تحديدا، أرض الخير واللي بنسعد دايما بالتواجد فيها. وأنا على المستوى الشخصي حضرت مباراتين سوبر قبل كده، مباراة لعبت على استاد هزاع بن زايد ما بين الأهلي والزمالك، حضرت كمان مباراة الأهلي والمصري على استاد هزاع بن زايد، وحضرت أيضا كمان مباراة الأهلي والزمالك اتلعبت على استاد الجزيرة الإماراتي واللي انتهت بفوز الزمالك. الأهلي فاز مرتين والزمالك فاز مرة، وإن شاء الله يكون في توفيق للأهلي في المباراة القادمة. لكن مزيد من التفاصيل عن استعداد الإمارات لمباراة السوبر، ملعب المباراة، التذاكر، الفعاليات والنشاط الرياضي اللي ممكن يتم في هذا اليوم قبل انطلاق المباراة. لذلك في هذه اللحظات بيسعدني أن يكون معايا على الهاتف الأستاذ سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي. أستاذ سهيل مساء الخير على حضرتك، وبنسعد دايما بوجودك معنا على شاشة قناة الأهلي. مساء النور أخي الكريم، أمسي عليك وعلى متابعينك وعلى الأخوة العاملين معك في القناة. التقيت بيك قبل سنتين وكنا بنتكلم على لقاء السوبر، ودايما الإخوة في الإمارات وحضراتكم بيبقى عندكم دايما أفكار جديدة في تنفيذ والتخطيط للأحداث الرياضية. مباراة السوبر المرة دي إيه الأفكار اللي ممكن تتنفذ والفعاليات اللي ممكن تتم على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين؟ أولا أنا أقول كل سنة وأنتم طيبين، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك طيب. سنة علاقات الإمارات المصرية، العلاقات الإماراتية المصرية 50 سنة من الحب والأخوة، والله يديم. ما يمكن إحنا اليوم محظوظين أن السوبر يكون في نفس الفترة اللي فيها موجود هذه المناسبة، فبالتالي الكل اليوم سعيد بهذه المناسبة. راح تبقى طبعا الأجواء في السوبر تحت شعار هذا المسمى اللي هو 50 سنة من العلاقات المصرية مصر والإمارات قلب واحد، فعاملين إن شاء الله مهرجان كبير في يوم المباراة. قبل المباراة بثلاث ساعات راح يتم فتح البوابات والبدء في الأماكن الترفيهية خارج الملعب. راح يكون في فلكلور مصري، في فلكلور إماراتي، في فلكلور عربي خارج الملعب في منطقة الفانزون. أيضا راح يكون موجود داخل الملعب في فنان مصري صرحنا عنه أمس اللي هو الفنان أحمد سعد. راح يكون أيضا في ألعاب الليزر والألعاب النارية، وراح تكون ان شاء الله في فرقه اماراتيه داخل ايضا فقط يعني للفلكلور الاماراتي، وان شاء الله مراسم التتويج باذن الله. طيب على المستوى التذاكر، من سنتين لما سالت حضرتك على التذاكر قلت لي تذاكر الاهلي نفذت في اقل من ثلاث ساعات، المره دي تذاكر الاهلي المخصصه حوالي 12500 تذكره، نفذت مبكرا من امتى مثلا؟ والله شوف انا مش فاكر الفتره، لكن المره هذه امانه في تنافس كان كبير بين الفريقين على يعني على التذاكر. جمهور الفريقين كلهم اشتروا نسبتهم، الملعب ما شاء الله ممتلئ، المنطقه المخصصه لجمهور الفريقين بالتساوي ان شاء الله راح تكون ممتلئه تماما. لكن اكيد احنا لما تكلمنا عن الاهلي كانت ايام كاس العالم للانديه، فدائما البطولات كاس العالم للانديه يكون فيها اختلاف شويه عن الفرق اللي جايه من اوروبا اللي جايه من مكان. يظل جمهور النادي الاهلي والجمهور بشكل عام جمهور الجاليه المصريه الاكبر عددا موجود في الامارات، فاكيد ان هذه التذاكر راح يكون اليوم راح تنفذ بسرعه في اي بطوله. لكن امانه الحجز والمبيعات كانت بسرعه كبيره في السوبر المصري. لا تنسى اليوم احنا طرحناها بدري شهر 8 اعتقد، او بالزبط. ايوه في شهر اخر 8 تقريبا بالضبط، فبالتالي من ذيك الفتره يعني فالناس اكيد احنا حطينا التذاكر هذاك الوقت طرحناها حتى اذا حد عنده اي خطه او بلان لانه يقضي اجازه في الامارات او اللي حاب يجي، فاساس تكون الامور كلها مرتبه. اكيد. طيب اللتيفو والدخلات الجماهيريه في مساحه ملعب هزاع بن زايد اكيد بيبقى لها ترتيبات معينه، هل تم التنسيق مع روابط المشجعين بخصوص الدخلات الجماهيريه اللي هتتم؟ نعم، احنا وصلنا طلبات من روابط الانديه. بكره باذن الله تعالى في اجتماع مع رابطه كل فريق بحضور المسؤولين حتى يتم الاطلاع على الشكل النهائي. اليوم الجماهير متحمسه انها تعمل تيفوهات، فاكيد في تغيير دائما في هذا الشكل، في افكار تطلع عند الشباب اللي يشتغلون على التيفو، فكل مره بيغيرون، فبكره ان شاء الله ان الموعد النهائي
ان يقدمون المقترح الاخير، يتم اعتماده ان التيفو يكون يمثل النادي، يمثل حضاره النادي، وطبعا بموافقه النادي ان شاء الله. اكيد بعثه الاهلي وصلت منذ لحظات الى ابو ظبي، في مراسم معينه بتتم في استقبال سواء الاهلي او الزمالك في مطار ابو ظبي؟ اكيد، يعني انت اليوم جايينك ضيوف في الامارات، بالنسبه لنا كل ضيوف الامارات سواء كانوا في بعثات رسميه او غير رسميه، ان شاء الله ان يتم استقبالهم بشكل جيد، وان شاء الله ما حد يقصر معاهم. لكن اليوم هذه بطوله رسميه، اكيد لها تجهيزات رسميه في المطار، لها ترتيبات معينه، لان هذا عدد وفد كبير في لاعبين وفي مدرب، فتكون اجراءاتهم مختصره. الممر في استقبال رسمي من مجلس بلدي الرياضي، الاعلام، في جمهور خارج الملعب ينتظرهم، فلها ترتيبات معينه يعني. اكيد. هل في مؤتمر صحفي؟ الحمد لله. اتفضل. يعني انت اليوم حتى لو تنقل بالتلفزيون صعب توصلك الصوره كانك موجود، يعني اليوم ما شاء الله الامارات وابو ظبي بشكل خاص اغلب الناس محتفله بوجود السوبر المصري، تجد اليوم ما شاء الله في فنانين راح يسوون حفلات اعتقد اليوم وبكره، في لا كلام الا عن السوبر المصري، بالرغم من ان اليوم في بطوله اوروبا وبكره في تشامبيونز ليج ايضا. اكيد. فبالتالي الكلام كله عن السوبر المصري ما شاء الله، فان شاء الله يا رب تطلع البطوله بالشكل اللي يريده الجميع وشكل احسن من ما نظن باذن الله. في مؤتمر صحفي ليلة المباراة هيتعمل للفريقين، التدريب هيكون مفتوح، يعني الأمور اللوجستية الخاصة بقى بالاستعداد الفني للفرقتين، التنسيق مع مجلس أبو ظبي في تنظيم هذا الحدث. صحيح، يعني اليوم في لسه شوف التدريب مش مفتوح، هو دائما الرسمي القانون إجباري على الأندية أنك تفتح ربع ساعة بداية التدريب، لكن في أندية ممكن ترضى أن التدريب يكون مفتوح كامل، وفي أندية تغلق بعد الربع ساعة ويحق للنادي انه يرفض، لكن ربع ساعه اجباري. فالى الان في الاجتماع الفني اللي راح يصير راح يقرر كل نادي هل راح يكون تدريب مفتوح للاعلام او لا. طيب المؤتمر الصحفي، اكيد في مؤتمر صحفي قبل المباراه. صحيح، في المؤتمر الفني اللي هو راح يقام في المدرب وكابتن الفريق او اللاعب اللي اختار المدرب والمترجم اذا كان عنده مترجم، راح يلاقي الجمهور ان شاء الله في استاد هزاع يوم الخميس باذن الله تعالى. باذن الله. استاذ سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس ابو ظبي الرياضي، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وبنسعد دايما بوجودنا في الامارات، وكل التوفيق ليكم يا رب، ونشوف مباراه كبيره جدا ودائما وابدا. طالما الحدث الرياضي موجود في الامارات بنثق تمام الثقه ان هذا الحدث سينجح نجاح باهر ما بين اشقائنا في الامارات في استضافه الكبيرين الاهلي والزمالك في لقاء السوبر المصري. شكرا جزيلا استاذ سهيل العريفي، وقدر الامكان حاولنا نقرب شويه من التفاصيل والكواليس الخاصه باستضافه الامارات للقاء السوبر، وعرفنا ان هيكون في تدريب ليله المباراه، قد يحدث في تصوير بالنسبه للفريقين، ده هيتم في الاجتماع الفني، لكن مؤتمر صحفي ده بنسبه مؤكده هيتم لكلا الفريقين في استاد هزاع بن زايد يوم الخميس وقبل المباراه ب 24 ساعه. فرقه الاهلي وصلت حاليا الى مطار ابو ظبي، وباذن الله ان شاء الله النهارده مش هيكون في تمرين، هيكون في راحه، وبكره باذن الله تبدا الاستعدادات، تدريب باذن الله الاربعاء، تدريب الخميس على ملعب المباراه، ثم المباراه يوم الجمعه الساعه 7 بطاقم تحكيم أجنبي. قدر الإمكان بنحاول خلال الساعات اللي جاية نوصل على الأقل لجنسية طاقم الحكام بوجود تقنية الفار بإذن الله، وهنعرف ده بإذن الله خلال الساعات اللي جاية، بنعرف كده من الكواليس اللجنة ممكن تختار حكم من أي دولة أوروبية.